عنوان درسنا النهاردة Subtracting Expressions. الدرس فيه شبه كبير جدا من Adding Expressions. بيبقى عندنا two expressions، السؤال بيقول Subtract ال expression ده from دوت. في ال Subtraction لازم هبدأ بال expression اللي بعد ال from. A minus 3B plus 5 minus، لأن السؤال بيقول subtract from يبقى minus. الـ expression اللي فاضل يتحط between brackets a plus 2b plus 3. ده أول اختلاف ما بين subtraction وما بين الـ addition. في الـ addition ما بيفرقش مين الـ expression اللي بكتبه الأول، لكن هنا تفرق. subtract from لازم اللي بعد الـ from. في الـ addition الـ brackets ما كناش بنهتم بيها، لكن هنا لازم الاكسبريشن ده يتحط between brackets. طب وليه؟ الاكسبريشن اللي هو a minus 3b plus 5 اللي انا نزلت بيه الاول بيتحط زي ما هو. بالنسبه للاكسبريشن اللي موجود between brackets، الماينس اللي محطوطه هنا كانها نيجاتيف 1، فباخد النيجاتيف 1 وبعمل distribution تايمز الايه، ونيجاتيف 1 تايمز 2b، ونيجاتيف 1 تايمز 3. أو بطريقة تانية إن أنا بعمل تشينجر الساين جوه. هنا الـ إيه مفيش قدامها حاجة يعني بوستيف، فتنزل نيجاتيف إيه. بوستيف 2B هتنزل نيجاتيف 2B، بوستيف 3 هتبقى نيجاتيف 3. ولو حابب تفهم أكتر إحنا ليه غيرنا الساين، لأن قلت لك كأن هنا في نيجاتيف 1، فنيجاتيف 1 تايمز إيه يبقى نيجاتيف 1 إيه. negative 1 times positive 2b يبقى negative 2b، negative 1 times positive 3 هيبقى negative 3. الخطوة اللي بعد كده هاخد ال like terms between brackets. عندنا a مع negative a plus في negative 3b مع negative 2b plus، وبعدين ال 5 مع negative 3. أخدنا ال like terms a مع negative a، نيجاتيف 3b وما انساش النيجاتيف، مع نيجاتيف 2b، بوزيتيف 5 مع نيجاتيف 3. نبتدي نحسب ده وننزل الإجابة. a ماينس a هيبقى 0، نيجاتيف 3b ماينس 2b يبقى نيجاتيف 5b، 5 بلس 3 2. طالما إن الإجابة طلعت بدون نيجاتيف طلع بوزيتيف 2، يبقى البلس دي هتنزل، فيبقى الأنسر النهائي نيجاتيف 5b بلس 2. وبلاش تستعجل وتعمل ادنج هنا، لان ما ينفعش، دول unlike terms. اللي احنا عملناه في ايه هنعمله في بي بالظبط. السؤال subtract from، هبدأ باللي بعد الفروم. 3x squared minus 4x minus 2، بعدين minus الاكسبريشن اللي فاضل between brackets عشان بعد كده هنغير الساين بتاعته. negative x squared minus 4x plus 7. الـ expression ده زي ما هو 3x squared minus 4x minus 2. هنعمل تشينجر الساين هنا. negative x squared هتتحول لـ positive x squared. في بعضكم بينزل بالساين دي تاني، لا الساين دي ما بتنزلش. الساين دي وظيفتها بتغير الساين جوه، لأن زي ما اتفقنا قلنا كأن في نيجاتيف 1 فبعمل تايمز، فما تنزلش تاني. أنت بتبص بتوين براكتس، نيجاتيف إكس سكويرد نزلت بوستيف إكس سكويرد، نيجاتيف 4 إكس بقت بوستيف 4 إكس، بوستيف 7 نيجاتيف 7. إيكوالز، الخطوة اللي بعد كده هناخده اللايك تيرمز، 3 إكس سكويرد مع بوستيف إكس سكويرد، نيجاتيف 4 إكس مع البوستيف 4 إكس، نيجاتيف 2 مع النيجاتيف 7. وتركز في الساين، 3x سكويرد اتردت مع بوزيتيف 1x سكويرد بلس نيجاتيف 4x هتتاخد مع البوزيتيف 4x بلس نيجاتيف 2 هتتاخد مع النيجاتيف 7. وقلت لكم كتير قبل كده بس انتوا بتنسوا، انا لما اكتب كده دي تتنطق نيجاتيف 7، لو حطيت قبلها 2 فتبقى 2 ماينس 7. يبقى الاختلاف في النطق مش في الشكل،
لو قلت لك امتى النمبر ده هتقول لي نيجاتيف 7. طب امتى ده على بعضه كده كله الاوبريشن على بعضها هتبقى 2 ماينس 7، وده اللي بيلخبطك هنا. بتيجي هنا تقول لي دي مش ماينس يبقى انا اكتب 7، اقول لك يا حبيبي لا، طالما بقول لك النمبر ايه وما نطقتش اللي قبليه يبقى ده نيجاتيف 7. هنبتدي نحسب 3x سكويرد بلس 1 اللي ما بيتكتبش 1x سكويرد يبقى 4x سكويرد. نيجاتيف 4x بلس 4x دول كل واحد فيهم يعتبر اديتيف انفرسر الثاني يبقى الصم بزيرو. طب هنا نيجاتيف 2 ماينس 7 هيبقى نيجاتيف 9. الاجابه طلعت نيجاتيف، يبقى البلس دي مفيش داعي لكتابتها، لان انا لو كتبتها هعتبرها بوزيتيف تايمز نيجاتيف فهتتحول لنيجاتيف، يعني هزود على نفسي خطوه زياده وهكتب نفس الاجابه ديت. هسيب لكم بعض الوقت تحاولوا ان انتوا تحلوا سي لوحده. طيب انا سبت لك وقت كافي، شفت مين الناس اللي ركزت وحلت صح، نشوف الحل مع بعض. Subtract from لتالت مرة هكتب الاكسبريشن اللي بعد الفروم 3x squared plus 2x minus 3 minus between brackets الاكسبريشن اللي فاضل x squared minus 5x minus 1 equals، هننزل ب3x squared plus 2x minus 3، وقلنا الساين دي ايه وظيفتها؟ هتغير الساين للي جوه. positive x squared هتبقى negative x squared، negative 5x هتبقى positive 5x، negative 1 هيبقى positive 1 equals. هبدأ إن أنا آخد like terms مع بعض، 3x squared مع negative x squared، positive 2x مع positive 5x، negative 3 اللي أنت بتنساها وبعد كده بترجع تقول أنا مش فاهم الدرس وبتلخبط، لأ الموضوع مش قصة فاهم أو مش فاهم، الموضوع قصة تركيز إن أنت تبقى مركز. نيجاتيف 3 هتتاخد مع البوزيتيف 1، يبقى هنا 3x سكويرد مع نيجاتيف x سكويرد، 2x مع ال 5x بلس ونيجاتيف 3 بلس 1، 3 ماينس 1 هيبقى 2x سكويرد، 2x و 5x هيبقى 7x، وده هيبقى نيجاتيف 2. كده احنا جبنا الانسر النهائي اهو، تاني اس 3 ماينس 1 هيبقى 2x سكوير، 2x بلس 5x هيبقى 7x، نيجاتيف 3 بلس 1 هيبقى نيجاتيف 2. كده خلصنا درس السبتراكشن، واشوفكم على خير ان شاء الله.